ايه بقى هي المعايير اللي احنا اتفقنا عليها من شوية اه وقلنا وبرضو مع المعايير دي برضو يا استاذ عايزين نعرف برضو يعني ازاي نغرس القيم الاجتماعيه دي في الاطفال من صغرهم، وخاصه قيم المسؤوليه ان هو يتحمل مسؤوليه، وقيم تمام. التسامح ان هو يكون متسامح مع الناس، لانهم اهم قيمتين المفروض تكون موجوده داخل الاطفال من بدايه سن المراهقه. تمام. بص يا فندم، احنا الاول هنبدا بحديث النبي عليه الصلاه عليه والسلام، افضل الصلاه قال والسلام. ايه؟ علموا اولادكم الصلاه لسبع، تمام. وكملت واضربوها لعشر. لعشر. كملت كمل نكمل الاحاديث ده بمقوله سيدنا علي اللي قال ايه؟ لاعبوهم لسبع، ها، وعلموهم لسبع، وايه؟ وصاحبوهم لسبع. يعني تمام. اول 7 سنين انت هتسيبه يلعب، طبعا لعبه موجه مش لعب فوضوي. ازاي؟ لعبه موجه يعني ايه لعبه موجه؟ يعني انا ابتدي الاحظ الطفل اللي هو في الاسره اللي هو ابني ابن حضرتك، ابتدي الاحظ اشوف طريقه لعبه ازاي. بمعنى في لو عنف ولا الطفل لا وكده؟ في عنف ولا لا، بيحب يتفرج على ايه؟ يعني التلفزيون مثلا، في زي ما حضرتك بتتكلم عن اللي احنا دلوقتي في برامج كتير قوي بتبص مش عارف ايه، وفي ايوه. افلام ايه وحاجات كتير، احنا خلاص اصبح واقع علينا بمواقع التواصل الاجتماعي بالتلفزيون الخ الخ، كل الكلام ده واقع احنا عايشين فيه. يبقى اذا انا لازم اشوف اتحكم فيه. الطفل بيلعب ازاي وابتدي اوجه سلوكه، هل سلوك عنف، هل في كذب، هل وابتدي اتابع السلوك ده. تمام. طبعا احنا بنتكلم على القيم، فابتدي اشوف عنده امانه في طريقه لعبه، ولا ابتدي لا؟ اشوف صادق في طريقه لعبه، بيتعاون مع الغير في طريقه لعبه، بيعمل ايه. طيب احنا قبل ما نتكلم برضو نغرز، احنا عايزين نعرف ايه اللي هنغرزه. حضرتك اتكلمت عن المسؤوليه والتسامح وهم عنوانين عناوين كبيره قوي للطفل، في كتير قوي من القيم احنا لازم برضو يعني ايه نذكرها للناس. تمام. زي احنا لو ايه؟ قلنا التسامح وقلنا المسؤوليه، نتكلم عن التعاون، لان كل ده في دايره واحده. نتكلم عن ايه؟ العطاء، نتكلم عن الصدق، نتكلم عن الامانه، عن التضحيه، عن الايثار. ايثار يعني ايه؟ يعني ازاي الطفل ده يقدر يتخلى عن شيء بيحبه لغيره، لغيره. انا اقدر اتخلى عن شيء انا بحبه لغيره. لكن حضرتك ذكرت وقلت لي ان ازاي نغرز القيم دي، علشان ما نطولش، موضوع غرز ده مهم جدا. نغرز ازاي؟ اولا اول نقطة مهمة جدا عن طريق القصص. انا بغرز القيم عند الاطفال ان انا احكي له قصة. تمام. طبعا الاول لازم نعرف ان الطفل في الاول وفي الاخر بيتعلم القيم عن طريق الاسرة او المكان اللي بيعيش فيه. اذا ما كانتش موجودة، طبعا احنا نبتدي نقول عايش في مؤسسة، خلاص نبتدي بقى في الاجراءات الواقعية او في الاكشن، او نبتدي في العناصر. ازاي ايوه هنعلمها له؟ هنعلمه نغرز القيم دي ازاي؟ عن بالظبط. طريق القصة، نحكي له قصة. ممكن احكي لحضرتك قصة سريعة ممكن تثبت في اذهان البعض، ازاي مثلا ان يعني انا مثلا قصة بتتكلم عن الأمانة، عن بكرة الامانة، عن مثلا قصة التعاون بتتكلم مثلا. عن التعاون، عن يعني كان في شخص حب يعمل تجربة، فجمع مجموعة من الاطفال وحط قدامهم اناء به طعام، وجاب لكل واحد ايه؟ معلقة. بس المعلقة دي جابها بمغرفة طويلة، يعني ازاي يعرف ياكل؟ ما عرفش ياكل منها، المغرفة بتاعتها طويلة، فعشان يمسكها فخلاص الموضوع بقى صعب ان هو ياكل من الطبق ده. ايوه. فكلهم نفس القصة، هو طبعا عايز يعلمهم درس، ان هو يتعاونوا مع بعض. يتعاونوا مع بعض. طب هو مش عارف ياكل، وده مش عارف ياكل، وده مش عارف ياكل، يعملوا ايه؟ جابوا معالق بقى. ففضل يلاحظ سوا. فلا، مش جابوا معالق صغيرة، هو يعني هو اقترح عليهم ان كل واحد يمسك معلقته وايه؟ ويطعم الاخر، لان المعلقة طويلة، فانا لما امد المعلقة صح. يطعم الاخر والاخر ايوه. يطعمني، فهنا زرع جواهم قيمة كبيرة اسمها قيمة الايه؟ التعاون، تمام. قيمة الايثار، قيمة الاحترام، يحترموا بعض ويتعاونوا مع بعض. دي مثلا قصة.